واجب ليلي ومهام يومية ومسؤولية لا تخلو من الصعوبة والخطورة. تبدأ ساعة العمل، يرتدون زيهم الوقائي ويتجمعون في صف واحد، يستمعون لخارطة الواجب لأجل تنفيذها دون تأثير على المواطن. تنطلق مركباتهم دفعة واحدة، ومتى ما وصلوا المكان المحدد تفرقوا ليعمل كل منهم حسب المسؤولية الملقاة على عاتقه. رجال الدفاع المدني الذين لا زالوا يطبقون واجبهم على أتم وجه منذ بدأ خطر فيروس كورونا يهدد العراق، فيعملون ويواصلون تحفير وتعقيم كل المدن بدون تعب أو ملل. لكن في الديوانية أراد الطواقم الدفاع المدني ألا يكون العمل معتادا مثل كل مرة، فأرادوا إشعار المواطن بأنهم يبعثون رسائل السلام أثناء واجبهم من خلال إيقاد الشموع قرب باب كل بيت تم تعفيره، كما تحدث المعنيون على أنهم أشعلوها على أرواح ضحايا كورونا على مستوى العالم. وضع الشمعة خارج البيت فيها غايتان، الغاية الأولى لنوصل رسالة الاطمئنان والنور إلى داخل هذه البيوتات، بالإضافة إلى أن هذه الشمعة هي تعبيرا وإكراما لضحايا كورونا على مستوى العراق وعلى مستوى العالم. مواد التعفير وآلية العمل والفرق الخاصة المكلفة بتأدية الواجب كانت واضحة في حديث المختصين. مفارزنا دائما تلبس معدات الحماية الشخصية الكاملة اللي هي بدلات اللي خاصة بالتطهير، زائدا كمامات، زائدا نظارات واقية حفاظا على منتسبينا. المواد المستخدمة في حملة التعقيم هي مواد عالمية مستخدمة في من قبل شعبة السي بي ار مديرة الدفاع المدني، وتكون مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية. يد تعمل بواجب وطني وتحاول طمأنة المواطن بأن الخطر يبتعد بالالتزام بالوقاية الصحيحة والامتثال لإرشادات الجهات المعنية بانحسار هذا الفيروس. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.